حلوتانا اليوم لو ديسير سي لو فلان باتيسيي باستيس دي ناتا في البرتغال كريستال تارت في انجلترا واسم واحد اخر في لاشين ما قدرتش نحاكمه وفي فرنسا لو فلان لا تارت او فلان او فلان باتيسيي في البرتغال وفي لاشين سيبوه باحجام صغيره في انجلترا وفرنسا على شكل تارت اليوم غادي نقدمهم لكم غادي نقدم لكم لو فلان باتيسيي زيبري غادي نشوفوه بلا فاني والكاكاو شباب بنين ونحبوه ان شاء الله يا ربي تحبوه في خطوتين الخطوه الاولى غادي نديروا لا بات والخطوه الثانيه نديروا لا كريم دو فلون واللي غادي نكوها بلا فاني وبالكاكاو ومن بعد نطلعوهم ونديروهم يطيبوا في الفرن الفرن غادي نحميه كما العاده 180 درجه مئويه ونبداو على بركه الله باول خطوه اللي هي لا بات لا بات كما عودتكم انا نحب نديرها نسهل على روحي الامور نحب نديرها في الميكسور سنحتاج فيها لاباط نحتاج فيها 250 غرام فرينة نحتاج فيها 125 غرام زبدة نحتاج فيها واحد صفار بيض شوية سكر شوية ملح وشوية ماء باش نلمها وهذا ما كان نجيب سلادية ونوزن ونوزن 250 غرام فرينة وصفة سهلة تعطيكم فلون ولا أروع 250 غرام فوالا 250 غرام فرينة ندير لها في لو بول تاع الميكسور ونزيد لها الزبدة اللي تكون على تمبيراتور امبيونت يعني تكون بجو حرارة جو الغرفة نزيد لها شوية سكر قيس 15 غرام سكر ملعقة أكل سكر نزيد لها قرصة ملح ولا غادي ندورها بعد نزيد لها صفار بيضة ونزيد لها شوية ماء باش نلمها من الأفضل يكون ماء متلج ماء بارد شوفوها كي تولي هكا سابلونوز دروك نزيد لها صفار البيضة ونزيد لها جوج معالق ماء باش تتلم لي نجيب عليها درك بارفيت الي بيان راها مليحه نرفدها هنا وغادي درك نورقها بين دو بابي كويسون قبل داكشي غادي قبل ما نورقها غادي نحكي لكم على الفلون اللي غادي نخدموه الفلون اللي غادي نخدموه شنو نحتاجوا له نحتاجوا له 6 بيضات نحتاجوا له لتر حليب نحتاج له 180 غرام سكر نحتاج له 120 غرام لا فيكول دو مايس يعني فرينه المايس فرينه الذره نعيطوا لها مايزينا ونحتاج الفانيلا ونحتاج الكاكاو باش ندير اون بات بلا فاني واون بات بالكاكاو دروك ندير الحليب يحمى فوالا دروك درت الحليب راه يحمى وغادي دروك نورق لاباط اللي راه عندي راه شاده روحها راه شابه وقلت لكم انا نحب نخدمها بالميكسر باسكو تجي سهله نجيب الوراق ونورقها بين زوج ورق بابي كويسون ورق طبخ ولا ورق زبده ولا
يسهل الامور الا ما عندكمش ممكن ما تستعملوش يعني ديروا شويه فرينه في البلان طراي ورقوها مي انا نحبوه لانه يساعد راه مليح ناخذ مول وغادي مولا طارت اللي يكون عندكم غادي ندير له دهنو بالزبده ولا بشويه فرينه انا غادي ندير له هذا السبري باسكو يسهل عليا الامور ونحط لاباتي انا غادي نحط لاباط الحليب راه يحمى من بعد غادي تشوفوا باللي في الباتور غادي نطلع لي جون دو لي جون دو البيض ست بيضات اللي عندي غادي نطلعهم مع 180 غرام سكر نزيد لهم من بعد مايزينا نشا تاع الذره نخلطهم بعد نزيد لهم الحليب بشويه ومن بعد هذيك لاباري اللي يكون عندي نقسمها على زوج واحد ندير له لافاني واحد ندير له كاكاو هلا نقادو مليح ومن بعد نقلع البابيي والمكان اللي خصني فيه نزيد له شويه هاد لاباط نحتاجها من بعد ندير بها تاني اون ميني تارتليت وهنا نسيي نعدله مليح يعني طارت سهله وبنينه نحب لو فلون باتيسيان فات نحب كامل لي بلون لي فلون بكل انواعهم بصح الفلون باتيسيان بارتيكولي يعني بطريقه خاصه بشكل خاص ندير بشوكه ونحطه في الثلاجه الحين انا نوجد لا كريم تاع الفلون تاعي دروك نمشو لو فلون تاعنا لو فلون تاعنا ولا كريم دو فلون قلت لكم نحتاج ست بيضات ست بيضات غادي نزيد لها 180 غرام سكر نزيد لها 120 غرام نشا مايزينا 3 4 5 6 قلت لكم وصفه بسيطه وناجحه تعطيكم فلون ولا اروع انا غادي نخلي هنا 6 ونوزن 180 غرام سكر نوزن 180 غرام سكر فوالا 180 غرام سكر قلت لكم هاد 180 غرام سكر غادي نطلعهم مع 6 بيضات حتى الخليط كيما نقولوا لاباري فا بلونشي وهنا نزيد السكر هو يبا بلانشير ومن بعد بشويه نزيد له 120 غرام نشا وهنا نقعد نزيد في النشا شويه بشويه دروك
نيشان تخلي مع الصف مع البيض اللي دربته مع السكر دوك غادي نجيب الحليب بشويه ونزيد على هذا لاباري نزيده هنا نحرك من الضروري باش البيض ما يطيبليش يعني نزيد وانا نضرب دروك هتخلط ما باقيش حاجه كبيره غادي هاد لاباري اللي وجد لي لاباري فلون غادي نقسمها على زوج غادي نقسمها على زوج في دو كاسرول واحده ندير فيها لافاني الاخرى ندير فيها الكاكاو ونقعد نضرب فيهم حتى يتقالوا كي يتقالوا من بعد نديرهم في المولا طارت اللي درته قلت لكم العمليه بسيطه دونك هنا اللي يقلي واحد نحط فيه نص الكميه تاع هاد لاباري والاخر نحط فيه الكميه اللي بقات واحد ندير فيه نكهه بنكهه الفانيليا والاخر ندير له الكاكاو كاكاو على حسب اللي تحبوه هذا ندير فيه الفانيليا نقدي له النار ونقعد نخلط حتى جوسكا اسكو ساي بيسي حتى يتقال هذا ندير له كاكاو انا نحب فيه بنه الكاكاو دونك نكثر كل واحد يدير ندير زوج معالق ببخي بصح انتي واش تحبي انتي والكاكاو تاعك اسكو لي بيسون قوي ولا لا ونقعد نخلط ونعس فيه حتى يتقال كيما قلت لكم نحب الفلون بكل انواعه فلون فلون كراميل وزو لكم تفكرين كانوا ماتنا يديروهولنا وفلون حاجه اللي فيه مليحه سي كو عندنا لا روسيت دو باز من بعد نكهو بشي اللي حبينا بنوا كوكو بالكراميل يعني كل واحد وما يحب ونقعد ندور حتى يتقال لي بهذيك لا مايزينا بهذيك النشا غادي يتقال داك سافا سي بيسي ومن بعد عاد نديرو في لا تارت كنا فاسوني في لا بات هذيك تاع لا تارت اللي حطيناها في مولا تارت باش نوريكم ابخي كيفاش نديرو باش يكون عندنا هذاك لي في زيبري كاين لو كيك زيبري ان شاء الله هون اوغال لوكازيون يكون عندنا الفرصه نديروه وهذا سي لو فلون زيبري نخلط مليح وهنا تاني تابخون تري فيت من بعد نخلط انا نعطيكم سيبوزون تخيلوا باللي تقالوا لكم اكثر من اللازم وجوكم تقال معليش ما تحيروش زيدوا لهم شويه حليب خفوهم شويه ثاني الا شفتوهم حبوا لكم باسكو ممكن تصرى لكم ممكن نسيتوهم شويه ولا حبوا لكم اكثر من اللازم ادو لو برا ميكسور فوتوهم عليهم غادي يولي لكم كيما يعني سكيلفو يعني القوام اللي يليق لكم انا نجيب لاباط اللي كانت عندي ونقول لكم دروك نشوفوا كيفاش نديروا لي في زيبري غادي نجيب لي دو بات انا الفول كيما قلت لكم راني محميه 180 درجه مئويه نجيب زوج معالق ونروح نحط ملعقه تاع الفانيلا فلون فاني نزيد ملعقه شوكولا وانا ماشيه كيما هاك ملعقه فلون فانيليا ملعقه شوكولا شفتوا باللي ما كان حتى حاجه صعيبه في الفلون باتيسي فلون باتيسي فان ماشي الفلون باتيسي فلون بصفه عامه الفلون بصفه عامه هي بيض سكر حليب ومن بعد فاديبون الى نزيدو النشا الى نزيدو لا كريم الى نزيدو تعطينا وصفات متغيره بصح الاساس لا باز سي لا ميم يعني هي نفس الشيء ونروح وانا ماشيه يعني نحط
شويه فانيلا شويه بالكاكاو وانا نعمر فيها. هذاك هو الشيء اللي غادي يعطينا هذاك لي في زابغي. ونفس الحكايه نصيبوها في لو كيك زابغي ثاني نديرو دو زاباري كيما الجاتو الجاتو ياغورت اللي مداري ديروه الوصفه تاعكم. ديرو كيما هاك زوج، واحد ديروه بالشوكولا واحد بلا فاني، وتروحوا تحطوا خطره شوكولا خطره فانيليا وانتم ماشيين. انا غادي نكمل كيما هاك نعمر لا تارت نتاعي، من بعد نحطها في الفرن طيب تقريبا 40 حتى 45 دقيقه. هذا ما كان، ونرجع ان شاء الله نوريه لكم احلى حله. نستناكم. تحية تاعنا معروفة في بلدان بزاف، فرنسا، انجلترا، البرتغال، الصين. اليوم قدمتها لكم على الطريقة الفرنسية، وفيها هذيك لا زيبغيوغ درناه بالكاكاو درناه بلافاني، فلون باتيسيي زيبغي جديد بزاف بزاف، ساهل بزاف بزاف، شفتوا بلي الطريقة في متناول الجميع. انا المول تاعي كاين فيه 1 سنتيمتر، الى عندكم 2 ل 3 سنتيمتر يجي عاد خير، باسكو فلون باتيسيي يحب يكون ايبي. ان شاء الله يا ربي يكون على طاولة رمضان تاعكم تحلوا به السهرة. صح. طبقنا اليوم طاجين جزائري على طريقتي. غادي نديرو طاجين الخروف بالقرنون والجلبانه، بصح طريقه شويه جديده ان شاء الله تعجبكم. جلبان البازيلاء، القرنون، الارض الشوكي. الناس اللي بالك ما يعيطولهاش قرنون وما يعيطولهاش جلبان. غادي نضمو روحنا على مراحل. غادي في الاول، في اول مرحله اول خطوه غادي نطيب لحم الخروف في لاكوكوت نتاعي. غادي لحم الخروف ديت انا لي كوتليت باسكو راه عندي، لانه عندي اللحم المفروم ما بغيتش ندي جيغو ولا لانيو، ديت غير لي كوتليت. ديت نحسبوا اون كوتليت لشخص واحد. عندي قلت لكم في المرحله الاولى نطيب في لاكوكوت، نطيب اللحم، نطيبها بالبصل، نطيبها بالكركم، نطيبها بالقرفه يطيب. في نفس المرحله غادي انا كنت وجدت القرنون الارضي الشوكي، كنت وجدته نقيته درت له القارص يعني السيترون ليمون باش ما يكحليش، وفيضته طيبته في الماء فايض. درت له ثاني شويه قارص في الماء وشويه فرينه باش ما يكحاش باش يقعد فيرم. بعد غادي تشوفوا كش نحضره مع لا فيون داشي. واخر خطوه لاصوص اللي غادي يطير فيها اللحم، غادي ندير بها غادي نطيب فيها الجلبان وغادي نعرضه بطريقه ثانيه. بسم الله غادي نبدو. غادي على لاكوكوت نتاعي نقدي عليها النار وندير فيها شويه زيت وشويه سمن. دائما نقول لكم خذوا زيت صحيه بلا كوليسترول غنيه بالفيتامينات. ندير شويه زيت، انا ما نكثرش المواد الدسمه، مي الوجود تاعها ضروري لانها هي ثاني تمد لنا الذوق. بصح كل كيما نقول لكم كل شيء بمقياس، يعني مشي ضروري نحيوها، صح يق نديرو شويه. ندير شويه زيت شويه سمن ثاني اللي غادي يمد لي ذوق شباب. ملعقتين زيت وملعقه سمن. غادي ندير في لاكوكوت السمن والزيت كيما شفتوا، وغادي نحط معاه بصله كنت انا تحب تعرفوني نحب البصل الاحمر، بصله كنت قطعتها دقه ولا قطعوها لامال ما فيش مشكل يعني، ونقليها. وفي هذا الزيت السمن البصله ندير لي مورسو اطراف اللحم اللي عندي. فوالا ونخليهم يتقلاو
بعد غادي نحرج عليهم تخليهم شويه من بعد غادي نحرج عليهم بالفلفل الاسود وبالكركم وبشويه قرفه نبلع عليهم ونفوت للمرحله الثانيه المرحله الثانيه تاع الطاجين تاعي غادي ندير كما قلت لكم القرنون الارضي الشوكي كنت لي زارتيشو كنت نقيتهم ديرهم سيترون كي تنقيهم ديرهم سيترون ديرهم في الماء سيتروني وكي تفيضوهم فيضوهم في ان غون فوليوم دو يعني حجم كبير نتاع الماء فيه شويه سيترون وفيه شويه فرينه باش يقعدوا فيرم وباش ما يتحلولكمش هنا راه عندي انا تعرفوني بلافيون مع اللحم المفروم ندير الباذنجان ديجا الفايده تاع الباذنجان واللحم المفروم يجيني طري بيه غادي نخلط غادي نطحن الباذنجان اللي هذا الباذنجان كنت ديت باذنجانه أوبرجين تقبوها بالخدمي ديروها في بابي ألمنيوم ورق الألمنيوم وديروها في الفور بلعوا لها مليح وديروها في الفور طيب 180 درجة 30 دقيقة شوفوا كي تشوها تكون طرية وبعد ديروا لها القشرة تاعها وراه يكون عندنا قلب الباذنجان طيب غادي نطحنو غادي نزيد لها لافيون داشي نحرج عليه بهار شويه كركم انا ندير له ثاني شويه قرفه هنا ثاني ونزيد له المعدنوس نزيد له لو بيرسيل ومن بعد غادي نقسم هاد لي زارتيشو نقسمهم على زوج وغادي جو فاسون يعني ندير لا كفته في قلبها ندير نص لارتيشو وندير يعني كفتايه معمره داخل بلارتيشو نرمضهم في الفرينه وغادي نقليهم نبدي على بركه الله نطحن لوبرجين ندير هاد لوبرجين تنطحن وهنا نجي نحرك اللحم اللي درتو يطيب ديت هنا لي كوتليت تقبل يمدوا لي بالنشابه وتاني يطيبوا لي بالخف صاي نطحنت لي هنا نجي نحرج عليها حرج عليها شويه بهار ندير لها شويه كركم وندير لها شويه قرفه تعطيها بنه شابه بزاف ونحرك عليها من بعد نملح عليها نمرق ونخليها تطيب هنا نمرق عليها بسم الله ونخليها تطيب زدت لها شويه ما باسكو هذاك الماء غادي ناخذ منه باش نطيب فيه الجلبان مانيش باغي نخلط الجلبان ديريكتوم مع اللحم ماشي كيما الطواجن اللي مضاي نديرهم بالجلبان لا قبل الجلبان غادي نحضرها بطريقه ثانيه دونك هنا يرفت طحنت الباذنجان كيما تشوفوني هاد الافكار اللي نعطيها لكم تاع الباذنجان تزيدوه اللحم المفروم يعطي له بنه شابه وثاني صحي كل ما نقدر ندخل الخضر كومون دي دي ليغوم ديغيزي يعني خضر مخفيه في الصوالح اللي نديرهم نديرها ندير اللحم ندير اللحم المفروم نجيب شويه معدنوس نزيده انا من عشاق المعدنوس والقزبر vous l'avez deviné يعني شفتوني من الوقت اللي كنت تبعوا فيا باللي هاد الاعشاب ما يخطاونيش من بعد كي غادي ندير القرنون في اللحم وندير هذيك الكفته اللي معمره بالقرنون الداخل يعني الفائده انه ندير الفرينه فايتين الفائده الاولى انه تشتقات شاده روحها غايه وثاني تعقد لي كي من بعد نديرها في المرقه اللي طاب فيها اللحم ندير ديك الكفته تزيد تكمل طيابها وتشرب ديك المرقه تعاود تعقد لي ثاني المرقه هذيك الفرينه اللي درناها تعاود تعقد لي المرقه انا هنا نتبل ندير بهار ندير نفس البهارات اللي درتهم في المرقه
قلت لكم انا ما كثرش القرفه في الفيوند هاشي شويه تعطيها بنه مليحه تكثروا تخسر لها البنه تاعها ندير الملح ما ننساش نملح فوالا ونخلط مليح بيديا ديك الكفته اللي درت فيها لوبرجين كما قلت لكم انا ما نديرش بيض انا نفضل ندير لوبرجين الباذنجان الباذنجان اللي كنت طيبته في الفور يعطيها بنه ويعطيها طراوه لا تبقاو دونك هذه راها هنا تفكرت بلي ما ملحتش الطاجين ندير له فوالا ملحته ونخليه يطيب على خاطره نجيب المقلاه اللي غادي نقلي فيها ندير فيها الزيت يحمى ونوجد الكفتات اللي غادي نعمرهم بالقرنون كي تكون زيت صحيه ما تخافوش منها حتى في القليان ديجا قاديه عليها نخليها وهنا كيش ندير هنا نجيب هنا نقسم le cœur de l'artichaut le قلب تاع l'artichaut نقسمه على زوج وهنا غادي نجيب القلب ندير كميه تاع الكفته هنا في الديه ونحشي الكفته بنص القرنون غادي بنتها يعني الداخل هذاك لو كور فوندون يعني الكفته بنت اللحم وبنت القرنون الداخل تجي شابه بزاف ونغيروا من القرنون اللي نضارين وما نعرفوه يعني تكون عندنا قرنون كيما هاك ونحشوه بالكفته فوالا ونمشي كي من هاك حتى نكمل كاع القرنون اللي عندي ونكون كملت ونفوت للطرمادهم في الفرينه ونقليهم القرنون والجلبان من بين الخضر المحببه في الجزائر يعني كي يجي وقتهم كاع الناس طيبهم ونشموا ريحتهم بارتو سي دي بونور انا نخلي هنا غادي نرمدهم نشوف المرق تاعي الا طلقت فيه شويه البنه نبدي راه يشهي غادي ناخذ كسرونه ناخذ منها شويه مرق وكما قلت لكم يا سلام هذا المرق روعه اللي منكه بالقرفه والكركم وطلقت فيه البنه تاع لي كوتليت روعه انا ناخذ مرق تصفوه لما تصفوش كيما حبيتو معليش نخلي اللحم يزيد يكمل طيابه وناخذ الجلبان اللي قلت لكم كنت طيبته نص طياب نكمل طيابه في المرق نتاع اللي طاف فيه اللحم Et voilà. كاين واحد الماكله نحبها بزاف ثاني كي من هاك تاع لي نطيبوا اللحم بالجلبان بعد كي يطيب نكسروا عليه البيض مع التالي دروك هنا نرمد في الفرينه ننفض نزيد نخدم هذوك لي الكفتات اللي عمرتهم بالقرنون كيجي وقت الجلبان نصيبوه
يعني في لي فوا رابيد نسيبوه للناس اللي عندهم البحائر وكاع يخرجوهم بالشكاير ويبيعوهم. انا نعقل كي يجي وقتهم الوالده امي تشريهم شفتو باش ندسوهم رمضان تشريهم تنفصوا باتوا قاعدك داك النهار احنا نفصوا في الجلبان وديرها ديرها في الشكاير ولا ديرها ديرها في قراعي تاع الماء وديرها في كونجيلاتور ما يخطيناش في رمضان. وهنا نديهم ونقلي القرنونة هذي جا طيب الداخل باقي الكفتة الطيب دوروها حتى تتحمر زوج فرشيطات ونعس الكفتات يعني طيب فيهم ان شاء الله يا ربي تجربوه لانه فريمون بنين بزاف بزاف شفتوا اللي يحبوا الجلبان والقرنون وان شاء الله يعني كي تسيو دو صور وبعثوهم لنا بعثوهم لنا على الفيسبوك نموت كي نشوف نحب كي نشوف لي رياليزاسيون تاعكم يعني الصوالح اللي تحضروهم من الاطباق اللي نقدمها لكم. كما تشوفوا كل شيء راح يطيب على ضربه يعني اللحم يطيب على ضربه من بعد كي اللحم يطيب شويه نرفد له ونطيب الجلبان الكفتات تاع اللحم اللي كنت خلطت معاهم الباذنجان اللي حشيتهم بعد بالقرنون ثاني راهم يطيبوا على ضربه. من بعد كي اللحم يطيب نحط هاد الكفتات في داك لاصوص زيدوا يمدوا لها ذوق وهما يتشربوا الذوق تاعها هاد الجلبان اللي كتشوفوا فيه غادي كي يطيب لي مليح ويطيب لي شويه ويتشرب هذيك لاصوص غادي نرفد نصفيه نزيد له البيض وندير له هنا نوريكم انا المول اللي غادي نستعمله اليوم مولا كانلي. استعملوا المول اللي عندكم ما فيش مشكل غادي ندير شغل ان سباي اون كيش ان فلون بالجلبان نعمر هنا ونديره يطيب وبعد غادي نقدمه للحام الكفيتات هذوك لي ميني كانلي اللي درتهم بالجلبان روعه. كاين اللي يقول لي كاين اللي يكتبوا لي يقول لي نحب نطيب بصح ما نعرفش نطيب ما كاينش واحد زاد معلم صدقوني ما كاينش واحد زاد معلم يعني كي نحبوا نتعلموا والطياب نفس يعني كي تحبي تعلمي وديك الرغبه تجيك وداك حب الاخر تتعلمي تجيك يعني الطبخ قبل ما يكون مواد هو حب فعل الشيء. وباذن الله الا حطيتيها في بالك ولا تبعتينا وتبعتي كل الحصص اللي نقدموها لك يعني ما عندكش عذر تقولي ما كاينش الوصفات ولا ما عنديش من نتعلم. كاين حصص في سميره تي في مخصصه للحلويات كاين اللي مخصصه للطبخ تاع كل يوم كاين اللي مخصصه للطبخ العالمي كاين لكل الاذواق. بدا يدخل له الطياب هي راه تكمل طيابها بشويه نقص لها انا دروك صاي الجلبان شرب لي غادي ناخذ ان سلاديه ونصفي فوالا نصفي ونحط هنا باش نزيد له من بعد نزيد له من بعد كما قلت لكم البيض نتبل له شويه ونديره يطيب في لي بيتي مول يا سلام على ريحه الجلبان ما كنتش سهله بزاف كي كنت صغيره يعني شويه معذبه ما في الماكله تاع الخضر بصح الا كان خضره واحده كنت ناكلها ونحبها بزاف وما تحللنيش باش ناكلها هي الجلبان كيما نقولوا كي نكبروا الله يسمح لنا من الوالدين. غادي نطرب بيضه في بيضه ونحطهم هنا باش نديرهم في ليمون واحدة خلط نزيد الثانية وعيني دائما على الكفتات اللي راهم يطيبوا
نشوف. سيران بيان غير خشاني نعومهم بالبيض. غادي ندرك نتبل بشويه فلفل اسود، شويه قرفه باسكو نموت عليها مع الجلبان، شويه كركم للفايده تاعه والذوق تاعه ولانه صحي كثير. و سي بون. بعد غادي نحط فليمون هادو، غادي نجيب ملعقه باش نعمر بها، شوفوا غادي نعمر الداخل. فوالا نعمر هنا شويه، نزيد نعمر هنا، نعمر في الثاني، نشوف الكفيتات نحركهم بداو يتحمروا، نبغيهم كي ياخذوا ديك لا كولور دوري حمراء. تستاهل تحطيها حتى لضيافك. هنا ما كان لا، غادي نزيد هنا فوالا، وهنا باش ما تجينيش ناشفه وتجي شاده روحها. انا نزيد بيضه ونعاود نزيدها في شاك مول كيف تشوفوا. فوالا ناخذ هنا ونزيد في كل مول، نزيد نحط ثاني البيض. فوالا نزيد نحط هنا، وانا ماشي نعمر في هذوك الليمون اللي درتهم باش الجلبان يشد روحه مليح. نقي، انا كل ما نحط مول كي من هاك مامي لا تدفق لي، نقي المول باش هذاك الزياده ما ينحرقليش. وهادو غادي ندخلهم يطيبوا 180 درجه مئويه. راهم تحمروا، راهم الله الله عليهم. هادو كيما قلت لكم كل اللحم تاع لي كوتليت يطيب لي نقلعه، نغلف عليه بابي الومنيوم باش يقعد سخون. وهاد الكفيتات نحطهم في داك اللحم اللي طاب فيه اللي طابوا فيه لي كوتليت، منهم غادي تشربوا المرقه اللي طاب فيها لي كوتليت، ومنهم غادي الفات اللي درتهم في الفرينه غادي يخطروا لي ثاني المرقه. والاخيره ما باقيليش حاجه كبيره في الاخر، الكوتات راه مقريب يطيبوا. هادو طابوا لي صايي، نغلف عليهم قد ما نحطهم. هاد لي ميني كان اللي درتهم بالجلبان والبيض غادي نديرهم يطيبوا في الفرن 180 درجه مئويه. نتوما على حسب المول اللي اختاريتوه قادر ياخذ لكم 20 25 دقيقه. عسوه يعني كي تدخلوا يكون البيض نشوف فيه صاهم سايرهم واجدين، نقلعوهم وفالي ديمولي، وغادي نقدموهم ان شاء الله في طبق التقديم ونرجع لكم باش نقدمهم لكم. نستناكم. طاجين يحب اللمه، طاجين قانون بالجلبانه بلمسه شهرزاد، الريحه راها معبيه الكوزينه ما نقولكمش. تمنيتكم كاع يا حبابي قدامي نتقاسموه، ان شاء الله يا ربي يكون على مائده رمضان تاعكم تتهنوا فيه.
طبقنا اليوم طاجين طاجين جزائري على طريقتي. غادي نديرو طاجين الخروف بالقرنون والجلبانة بصح طريقة شوية جديدة إن شاء الله تعجبكم. جلبان البازيلاء، القرنون، الأرض الشوكي. الناس اللي بالك ما يعيطولهاش قرنون وما يعيطولهاش جلبان. غادي ندمروا احنا على مراحل. غادي ندير غادي في اول مرحله، اول خطوه، غادي نطيب لحم الخروف في لاكوكوت نتاعي. غادي لحم الخروف ديت انا لي كوتليت باسكو راه عندي، لانه عندي اللحم المفروم ما بغيتش ندي جيغو ولا لانيو، ديت غير لي كوتليت. ديت نحسبوا اون كوتليت لشخص واحد. عندي قلت لكم في المرحله الاولى نطيب في لاكوكوت، نطيب اللحم، نطيبها بالبصل، نطيبها بالكركم، نطيبها بالقرفه، يطيب. في نفس المرحله غادي انا كنت وجدت للقرنون الارضي الشوكي، كنت وجدته نقيته، درت له القارص يعني السيترون ليمون باش ما يكحليش، وفيضته طيبته في الماء فايض. درت له ثاني شويه قارص في الماء وشويه فرينه باش ما يكحلش وباش يقعد فيرم. بعد غادي تشوفوا كيفاش نحضره مع لا فيون داجي. واخر خطوه لاصوص اللي غادي يطيب فيها اللحم، غادي ندير بها، غادي نطيب فيها الجلبان وغادي نعرضه بطريقه ثانيه. بسم الله. غادي نبدو غادي على لاكوكوت نتاعي، نقدي عليها النار وندير فيها شويه زيت وشويه سمن. دائما نقول لكم خذوا زيت صحيه بلا كوليسترول، غنيه بالفيتامينات. ندير شويه زيت، انا ما نكثرش المواد الدسمه، مي الوجود تاعها ضروري لانها هي ثاني تمد لنا الذوق. بصح كل كيما نقول لكم كل شيء مقياس، يعني مشي ضروري نحيوها، بصح يق نديرو شويه. ندير شويه زيت شويه سمن ثاني اللي غادي يمد لي ذوق شباب. ملعقتين زيت وملعقه سمن. غادي ندير في لاكوكوت السمن والزيت كيما شفتوا، وغادي نحط معاه بصله كنت انا تحب تعرفوني نحب البصل الاحمر، بصله كنت قطعتها دقه ولا قطعوها رمال ما فيش مشكل يعني، ونقليها. وفي هذا الزيت السمن البصله ندير لي مورسو اطراف اللحم اللي عندي. فوالا ونخليهم يتقلاو. من بعد غادي نحرج عليهم، نخليهم شويه، من بعد غادي نحرج عليهم بالفلفل الاسود وبالكركم وشويه قرفه، نبلع عليهم ونفوت للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه تاع الطاجين تاعي غادي ندير كيما قلت لكم القرنون، الارضي الشوكي، كنت لي زارتيشو كنت نقيتهم، ديرهم سيترون. كي تنقيهم ديرهم سيترون، ديرهم في الماء سيتروني، وكي تفيضهم فيضهم في ان غون فوليوم دو، يعني حجم كبير نتاع الماء، فيه شويه سيترون وفيه شويه فرينه باش يقعدوا فيرم وباش ما يكحلولكمش. هنا راه عندي انا تعرفوني بلافيون مع اللحم المفروم ندير الباذنجان. ديجا الفايده تاع الباذنجان واللحم المفروم يجيني طري بيه. غادي نخلط، غادي نطحن الباذنجان. اللي هذا الباذنجان كنت ديت باذنجانه اوبرجين، تقبوها بالخدمي، ديروها في بابي الومنيوم، ورق الالومنيوم، وديروها في الفور، بلعوا عليها مليح وديروها في الفور طيب 180 درجه 30 دقيقه. شوفوا كي توشوها تكون طريه، ومن بعد ديروا لها القشره تاعها وراه يكون عندنا قلب الباذنجان طايب. غادي نطحنوا، غادي نزيد له لا فيون داشي، نحرج عليه بهار، شويه كركم، انا ندير له ثاني شويه قرفه هنا ثاني، ونزيد له المعدنوس، نزيد له لو بيرسيل. ومن بعد غادي نقسم هاد لي زارتيشو، نقسمهم على زوج، وغادي جو فاسون يعني ندير لا كفته في قلبها، ندير نص لارتيشو وندير يعني كفتايه معمره داخل بالارتيشو، نرمضهم في الفرينه وغادي نقليهم. نبدي على بركه الله نطحن لوبرجين. ندير هاد لوبرجين تنطحن، وهنا نجي نحرك اللحم اللي درتو يطيب. ديت هنا لي كوتليت تا قبل يمدو لي بنه شابه وتاني يطيبو لي بالخف. صاي نطحنت لي، هنا نجي نحرج عليها شويه بهار، ندير لها شويه كركم،
وندير لها شويه قرفه. تعطيها بنه شابه بزاف. ونحرك عليها. من بعد نملح عليها نمرق ونخليها تطيب. هنا نمرق عليها. بسم الله. ونخليها تطيب. زدت لها شويه ما باسكو هذاك الماء غادي ناخذ منه باش نطيب فيه الجلبان. ماش باغي نخلط الجلبان ديريكتو مع اللحم ماشي كيما الطواجن اللي مضايين نديرهم بالجلبان. لا قبل الجلبان غادي نحضرها بطريقه ثانيه. دونك هنايا رفدت طحنت الباذنجان كيما دوك كيما تشوفوني. هاد الافكار اللي نعطيها لكم تاع الباذنجان تزيدوه اللحم المفروم يعطي له بنه شابه وثاني صحي. كل ما نقد ندخل الخضر كومون دي دي ليغوم ديغيزي يعني خضر مخفيه في الصوالح اللي نديرهم نديرها. ندير اللحم ندير اللحم المفروم نجيب شويه معدنوس نزيده انا من عشاق المعدنوس والقزبر. vous l'avez deviné يعني شفتوني من الوقت اللي كنت تبعوا فيا باللي هاد الاعشاب ما يخطاونيش. من بعد كي غادي ندير القرنون في اللحم وندير هذيك الكفته اللي معمره بالقرنون الداخل. يعني الفائده انه ندير الفرينه فايتين. الفائده الاولى انه تقعد تشد روحها غايه وثاني تعقد لي كي من بعد نديرها في المرقه اللي طاب فيها اللحم ندير ديك الكفته تزيد تكمل طيابها وتشرب ديك المرقه تعاود تعقد لي ثاني المرقه. هذيك الفرينه اللي درناها تعاود تعقد لي المرقه. انا هنا نتبل ندير بهار ندير نفس البهارات اللي درتهم في المرقه. قلت لكم انا ما كثرش القرفه في الفيون داشي شويه تعطيها بنه مليحه تكثروا تخسر لها البنه تاعها. ندير الملح ما ننساش نملح. فوالا ونخلط مليح بيديا ديك الكفته اللي درت فيها لوبيرجين. كما قلت لكم انا ما نديرش بيض انا نفضل ندير لوبيرجين. الباذنجان اللي كنت طيبته في الفور يعطيها بنه ويعطيها طراوه لا تبقاو. دونك هذه راها هنا. تفكرت بلي ما ملحتش الطاجين ندير له فوالا ملحته. ونخليه يطيب على خاطره. نجيب المقلاه اللي غادي نقلي فيها ندير فيها الزيت يحمى ونوجد الكفتات اللي غادي نعمرهم بالقرنون. كي تكون زيت صحيه ما تخافوش منها حتى في القليان. ديجا قادي عليها نخليها. وهنا كيش ندير هنا نجيب هنا نقسم le cœur de l'artichaut, le cœur تاع l'artichaut نقسمه على زوج. وهنا غادي نجيب القلب ندير كميه تاع الكفته هنا في الدية ونحشي الكفته بنص القرنون. غادي بنتها يعني الداخل هذاك لو كور فوندون يعني الكفته بنت اللحم وبنت القرنون لداخل تجي شابه بزاف. ونغيروا من القرنون اللي ندارين وما نعرفوه يعني تكون عندنا قرنون كيما هاك ونحشوه بالكفته. فوالا ونمشي كي من هاك حتى نكمل كاع القرنون اللي عندي.
ونكون كملت ونفوت للطماطم في الفرينة ونقليهم. القرنون والجلبان من بين الخضر المحببة في الجزائر، يعني كيجي وقتهم كاع الناس طيبهم ونشموا ريحتهم بارتو، سي دو بونور. انا نخليه هنا غادي نرمدهم، نشوف المرق تاعي الى طلقت فيه شويه البنه نبدي، راهي شهي. غادي ناخذ كسرونه، ناخذ منها شويه مرق، وكما قلت لكم يا سلام هذا المرق روعه، اللي منكه بالقرفه والكركم وطلقت فيه البنه تاع 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 لي كوتليت روعه. انا ناخذ مرق، تصفوه لما تصفوش كيما حبيتو، معليش نخلي اللحم يزيد يكمل طيابه. وناخذ الجلبان اللي قلت لكم كنت طيبته نص طياب، نكمل طيابه في المرق نتاع اللي طافيه اللحم. اي فوالا، كاين واحد الماكله نحبها بزاف ثاني كيما هاك، تاع اللي نطيبوا اللحم بالجلبان بعد كي يطيب نكسروا عليه البيض مع التالي. دروك هنا نرمد في الفرينه، ننفض، نزيد نخدم هادوك لي الكفيتات اللي عمرتهم بالقرنون، كيجي وقت الجلبان نصيبوه في يعني في لي فوا رابيد، نصيبوه للناس اللي عندهم البحاير وكاع يخرجوهم بالشكاير ويبيعوهم. انا نعقل كيجي وقتهم الوالده امي تشريهم، شفتو باش ندسوهم رمضان، تشريهم تنفصو باتو كاع ديك داك النهار احنا نفصو في الجلبان وديرها في شكاير، ولا ديرها في قرايه تاع الماء وديرها في كونجيلاتور، ما يخطيناش في رمضان. وهنا نديهم ونقلي. القرنون راه ديجا طيب لداخل، باقي الكفتة طيب، دوروها حتى تحمر، زوج فرشيطات وناس الكفتات يعني طيب فيهم. ان شاء الله يا ربي تجربوه، لانه فريمون بنين بزاف بزاف، شفتوا اللي يحبوا الجلبان والقرنون. وان شاء الله يعني كي تسيو دو صور وبعثوهم لنا، بعثوهم لنا على الفيسبوك، نموت كي نشوف، نحب كي نشوف لي رياليزاسيون تاعكم، يعني الصوالح اللي تحضروهم من الاطباق اللي نقدمها لكم. كما تشوفوا كلشي راه يطيب على ضربه، يعني اللحم يطيب على ضربه، بعد كي اللحم يطيب شويه نرفد له ونطيب الجلبان. الكفيتات تاع اللحم اللي كنت خلطت معاهم الباذنجان اللي حشيتهم بعد بالقرنون ثاني راهم يطيبوا على ضربه. بعد كي اللحم يطيب نحط هاد الكفيتات في داك لاصوص، زيدوا يمدوا لها ذوق وهما يتشربوا الذوق تاعها. هاد الجلبان اللي راكم تشوفوا فيه غادي كي يطيب لي مليح ويطيب لي شويه ويتشرب هذيك لاصوص، غادي نرفد نصفيه نزيد له البيض وندير له. هنا نوريكم انا المول اللي غادي نستعمله اليوم، مولا كانلي، استعملوا المول اللي عندكم ما فيش مشكل. غادي ندير شغل سبا اون كيش ان فلون بالجلبان، نعمر هنا ونديره يطيب، وبعد غادي نقدمه للحم الكفيتات هذوك لي ميني كان اللي درتهم بالجلبان، روعه. كاين اللي يقول لي، كاين اللي يكتبوا لي يقول لي
نحب نطيب بصح ما نعرفش نطيب. ما كاينش واحد زاد معلم، صدقوني ما كاينش واحد زاد معلم. يعني كي نحبوا نتعلموا نتعلموا، والطياب نفس، يعني كي تحبي تعلمي وديك الرغبه تجيك وداك حب الاخر تتعلمي تجيك. يعني الطبخ قبل ما يكون مواد هو حب فعل الشيء. وباذن الله الا حطيتيها ببالك ولا تبعتينا وتبعتي كل الحصص اللي نقدموها لك، يعني ما عندكش عذر تقولي ما كانش الوصفات ولا ما عنديش من نتعلم. كاين حصص في سميرة تي في مخصصه للحلويات، كاين اللي مخصصه للطبخ تاع كل يوم، كاين اللي مخصصه للطبخ العالمي، كاين لكل الاذواق. هبدا يدخل له الطياب، هي راه تكمل طيابها بشويه، نقص لها انا دروك صاي. الجلبان شرب لي، غادي ناخذ ان سلاديه ونصفي فوالا، نصفي ونحط هنا باش نزيد له من بعد. نزيد له من بعد كما قلت لكم البيض، نزيد نتبله شويه ونديره يطيب في البتيمول. يا سلام على ريحه الجلبان، ما كنتش سهله بزاف كي كنت صغيره، يعني شويه معذبه ما في الماكله تاع الخضر. بصح الا كان خضره واحده كنت ناكلها ونحبها بزاف وما تحللنيش باش ناكلها هي الجلبان. كيما نقولوا كي نكبروا الله يسمح لنا من الوالدين. غادي نطرب بيضه في بيضه ونحطهم هنا باش نديرهم في الليمون. واحده خلط، نزيد الثانيه، وعيني دائما على الكفتات اللي راهم يطيبوا. ثانيه نشوف، سيرهم بيان غير خشاني نعومهم بالبيض. غادي ندرك نتبل بشويه فلفل اسود، شويه قرفه باسكو نموت عليها مع الجلبان، شويه كركم للفايده تاعه والذوق تاعه ولانه صحي كثير. وسي بون، بعد غادي نحط في الليمون هادو، غادي نجيب ملعقه باش نعمر بها. شوفوا غادي نعمر الداخل فوالا، نعمر هنا شويه، نزيد نعمر هنا نعمر في الثاني. نشوف الكفيتات نحركهم بداو يتحمرون، نبغيهم كي ياخذوا ديك لا كولور دوري حمراء. تستاهل تحطيها حتى لضيافك. هنا مكان له، غادي نزيد هنا فوالا، وهنا باش ما تجينيش ناشفه وتجي شاده روحها. انا نزيد بيضه ونعاود نزيدها في شاك مول كيما تشوفوا. فوالا ناخذ هنا ونزيد في كل مول، نزيد نحط ثاني البيض. فوالا نزيد نحط هنا، وانا ماشي نعمر في هذوك لي مول اللي درتهم باش الجلبان يشد روحه مليح. نقي
ناكل ما نحط مول كي من هاك مامي لا تدفق لي نقي المول باش هذاك الزياده ما ينحرقليش وهادو غادي ندخلهم يطيبوا 180 درجه مئويه راهم تحمروا راهم الله الله عليهم هادو كيما قلت لكم كل اللحم تاع لي كوتليت يطيب لي نقلعه نغلف عليه نغلف عليه بابي الومنيوم باش يقعد سخون وهاد الكفتات نحطهم في داك اللحم اللي طاب فيه اللي طابوا فيه لي كوتليت منهم غادي تشربوا المرقه اللي طاب فيها لي كوتليت ومنهم غادي الفات اللي درتهم في الفرينه غادي يخطروا لي ثاني المرقه والاخيره ما باقيليش حاجه كبيره في الاخر الكوتليت راه مقريب يطيب هادو طابوا لي صايي نغلف عليهم قد ما نحطهم هاد لي ميني كان اللي درتهم بالجلبان والبيض غادي نديرهم يطيبوا في الفرن 180 درجه مئويه نتوما على حسب المول اللي اختاريتوه قادر ياخذ لكم 20 25 دقيقه عسوه يعني كي تدخلوا يكون البيض نشوف فيه صايرهم واجدين نقلعوهم وفالي ديمولي وغادي نقدموهم ان شاء الله في طبق التقديم ونرجع لكم باش نقدمهم لكم نستناكم أنا يتجدد حبابي نتوما في المشرق في المغرب في كل بلدان العالم راكو تشوفوا فينا متقدوش تتصوروا ساعاتي وانا نشوفكم تكتبونا بالالاف من كل بلدان العالم شكرا لتقتكم فينا اليوم تاني اخترت لكم وصفات جميلة من الجزائر ولا من برا الجزائر صحية متنوعة غادي نبدوها بسموسي سموسي صحي بزاف بزاف سموسي فريز بذوق جاتو ذوق طارت ولا جاتو الفريز الفراولة ما نحتاجش فيه مواد بزاف ما يصدقوني مفيد جدا للصحة خفيف ولذيذ بشكل رهيب وش نحتاج في هذا السموسي نحتاج حليب اللوز نحتاج الفراولة الفخاز ونحتاج الفلوكون دافوان الشوفان حليب اللوز كنت حكيت لكم عليه يتشريوه يتخدموه وكنا خدمناه مع بعض شي سهل ولا أسهل نحتاجه فيه 100 غرام لوز اللي نكون نقعناها في الماء من قبل يعني حطناها في حجم كبير من الماء وخليناها على الاقل من الافضل تكونوا خليتوها 24 ساعه ولا الا ما قديتوش 4 ساعات ونطحنوها يعني في البلندور مع لتر 100 غرام لوز نحطوها مع لتر ماء ونطحنوا نطحنوا 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 تنطحن مليح يتفلتريوها يعني تحطوا دون ان فيلتر اون كومبريس او تخلوا كاع هذاك لي ديشي الاخر ولا تخلوا كيما هاك راه ديجا مليح نحتاج 150 غرام هنا غادي ناخذ 3 4 كوب حليب اللوز غادي ناخذ 150 غرام فراوله وغادي ناخذ ربع كوب يعني هادو اللي نستعملهم الشوفان وكنت حكيت لكم على الشوفان وفوائد المهوله للشوفان على الجهاز الهضمي كونتر لا كونستيباسيون وهل مجرين فوائد لا تعد ولا تحصى غادي نمشوا لان السموسي تاعنا سريع ولذيذ ناخذ بلندر فرانشمون سي ان بون انفستيسمون يعني الا شينا البلندر ما نضيعوش دراهمه لا قبل يفيدنا في صوالح بزاف بزاف هنا غادي ناخذ غادي نقطع 150 غرام تقريبا تاع فراوله راح تشهي الله الله فراوله جزائريه من النوع المعتبر وصدقوني جلت ودرت في بلاد العالم وما صبتش فراوله كيما تاع الجزائر
وي بلادي لقبل نحبها مي مي باكو تستاهل شبعه شمس شبعه ما الله يبارك وحلوه بشكل طبيعي يعني ماشي دوبي غادي كما قلت لكم 150 غرام ابري ثلاث حبات ديجا غادي يديروا لي 150 غرام هنا غادي نزيد لهم كما قلت لكم ربع كوب تاع شوفان الشوفان نحب نزيدو لي سموسي يعطي له اون اونكتيوزيتي فريمون يعطي له الثقل تاع مش كي نفهمها لكم يكون مليح دونك ننصحكم في لي سموسي تاعكم تزيدوا الشوفان والفائده الثانيه تاعو كبيره هنا غادي نزيد ربع كوب ثلاث اربع كوب حليب اللوز النص ونزيد ربع ربع فين راه هنا انا ما نحبش نعسلو ما نحبش يعني نزيد له السكر صح الا حبيتو ممكن تزيدوا له العسل سيرو ديراب اللي حبيتو ولا لا لا ستيفيا اللي حبيتو تنجموا تزيدوها اي جو ميكسي تو سا غادي نميكسي كامل هذا الشيء في البلندر فوالا راه واجد السموسي تاعنا بنت كيكه الفراوله راه ديجا وجد بنين ومفيد للصحه انا ناخذ جوست بعد الفاصل يعني بعد الثواني ونرجع نوريه لكم مقدم رجعوا لي مستنيتكم وصفاتنا بسيطة وصحية ومفيدة ولذيذة كما هذا السموسي اللي عنده بنة كيكة الفراولة فيه حليب اللوز اللي علمتكم كيفاش ديروه في المنزل فيه الفراولة وفيه الشوفان أعطانا أحلى سموسي إن شاء الله يا ربي تجربوه وتصحوا بيه